السلام عليكم عمي مختار، ان شاء الله راكم ملاح. عمي مختار، انا عندي مشكل برك وحبيت نستشيرك فيه. عندي هذه سونغ يونغ راكب فيها المحرك مرسيدس 5 سيلندر، واش الدياميتر تاع القطر تاع الشوميز عندك 89 صافي، تاع ستاير تاع كاميو ستاير مرسيدس. درك عمي مختار، راني الخطره فات طلعت لي شويه سخانه وعاودت نحيت الكيلاص، لقيتو شغل ديتو المخرط الخراطه وتورنيتو شويه وعاودنا له جوان كيلاص. المره اللي فاتت لاباس ما نورمال عادي، كي عاودت مره واحده اخرى عاود كانش مكان فويت وما فقتش به، والقويه نتاع السخانه نتاعي ما تسمى النص وتحبس. عمي مختار، اما لا شغل مشيت به ما فقتش به انا، وطلعت لي سخانه دوزيام فوا، عاودنا فتحنا الكيلاص لقيناه، ثاني زدت ديتو للتور عاودت الجوان كيلاص. نضت لي واحد طرطيقه ياسر عمي مختار، طرطيقه كبيره في الموتور. دوك نوض لك عمي مختار وتسمع. هذه الطرطيقة عمي مختار دوختني شوية، إذا كنت ما تعرف لي حل ولا تقول لي السبب ولا كيفاه ما عارف. الله ربي يعني. وشكرا بارك الله فيك عمي مختار.